الرولز يا جدعان. ممنوع التعليمات يا جدعان. ممنوع الشيشات. ممنوع شرب السجاير. شيشات ايه يا ابني؟ الالتزام بقواعد الاوبرا. الكاميرا طايره يا جماعه. في هناك حمام في الزمالك كده قدام كل المرة، محدش يعمل، محدش يهش، محدش يقرب منه، علشان في واحدة تبع حقوق الحيوان هناك. وفي أحد نروح الاسم مش الزمالك، وطلعنا احنا ننزل تمام هنخش عافيه. فاحنا محتاجين ان احنا ننزل الزمالك دلوقتي ونلف لفه جميله كده نستمتع بالوقت. الحمد لله احنا موجودين. كابتن بتاع حقوق الحيوان دي بتيجي حضرتك الحمام جت اكلت الكلام اللي هناك؟ ماشي. لو انا عملت ايه؟ ما نجيش جنب الكلاب بره. ما لناش دعوه بالكلاب اصلا، ما لناش دعوه باي حيوانات. ايوه ما لناش دعوه غير الانسان بس يا جماعه. ماشي. ما تخش بره الكلاب، ما تخش بره الكلاب. ماشي. ايوه دلوقتي في قواعد هنا في الجروب بتاعنا، يعني في الاول كده ستيم بتاعنا. القواعد دي اللي هي ما حدش يعمل سكتش. السكتش عندنا ممنوع خالص. طبعا انت ممكن تقعد على الشارع تسيبك فيها بعدين. وممنوع ان حد يشرب سجاير واحنا ماشيين. ايوه واحنا قاعدين بس على جنب. واحنا قاعدين على جنب كده في بريكس بنعملها. البريك اللي احنا بناخده دوت بتدخل فيه بعضك على جنب الباص طبعا. ايوه ما حدش يرخم على بنت عشان هيرخم على بنت. احنا وش دور ممنوع دور هياخد كرت احمر. ايوه قدم على كرت احمر هيتحط عليك. وبرده لو بنت برده رخمت على الواد برده تاخد كرت احمر عادي. هنا برده ايوه حول الرجاله. حول والله العظيم يعني شكرا يا سيد. والله دلوقتي احنا محتاجين نتحرك ناخد بعدنا يبقى لاين او جين لاين بكتير في شوارع الزمالك علشان العربيات تعدي تمام. نتحرك كده قشطه ممكن ننزل مع بعض نضحك مع بعض يعني في الطاقه المعقول. في كباري؟ بس ايه؟ لا كباري؟ لا ان شاء الله في كباري خالص. الحمد لله. يلا بينا المطعم. يلا يا شباب. احمد يلا احمد.
يا شبيه يا هو بيعدي يا شبيه هو بيعدي يا شبيه هو بيعدي يا شبيه حلو البالون عاش يا بنات عاش ايوه بقى الحمد لله على السلامه ايوه يا كوتش ايوه يا كوتش عاش يا كوتش شد حيلك يا كوتش شد حيلك يا كوتش يا شباب شد حيلك يا كوتش يا كوتش ايه ما قالتوش تعليمات ولا ايه ما قالتوش تعليمات كملوا كملوا They'll be calling me royalty.
تعالوا كده يا شباب عربيات. رايحين فين يا جماعه؟ اتحركتوا ليه؟ في ناس لسه جايه ورا، اتحركتوا ليه؟ هو الناس اتحركت ليه؟ واحد هنا بس اهلاوي بقى وكده اربعه ممكن لا ممكن عشان انا من بدري بس لو حطيتش كمان بعد كده انا مش فيه ما كنتش انا جمل ومش تحديات انا عندي بيبقى تحديات كده عشان خالص كده يا اما هنسلايد يا لهوي احنا سلايد لما نكسب بس حاجه عندنا كم يوم يلا يا شباب يلا يلا يا شباب اطلع اليمين اطلع جوه اطلع جوه اطلع جوه يا شباب خلوكم العربية خلوكم العربية خلوكم العربيات
يلا يا شباب شدوا حيلكم يا شباب. على مهلكم انتوا تعدوا شارع العربيات على مهلكم. وفين الناس؟ قدام كله قدام. على طول مشي يمين ولا شمال ولا على طول؟ مشوا على طول؟ احنا اصلا هنمشي يمين.
كلموا الناس اللي عدت على طول دي، كلموا الناس، اطلبوا الناس اللي عدت على طول، لو حد يعرف حد من الناس اللي عدت، لو حد يعرف حد من الناس اللي عدت يكلموه ويعرفوه ان احنا في نص الزمالك، احنا خدنا يمين. كلموا الناس اللي مشيت غلط دي، كلموا الناس اللي مشيت غلط، لو حد يعرف اي حد يخليهم هنا عشان يعرفوا بس انا ايه. مفيش حد في الميه؟ لا هتلاقي هنا اصلا. كلموا الناس يا جماعه، كلموا الناس يا جماعة. عشان بس الناس اللي جريت وفضلت ماشيه على طول خيباني دي، احنا
احنا مشينا يمين جنب النفق ما مشيناش على طول عشان بس ايه الناس اللي تايهه دي. وانا مش معايا نت ان انا اعمل لايف لوكيشن دلوقتي، يعني النت اللي معايا يا دوبك واتساب بس. بعد اذنكم اللي يعرف اي حد او كده يبلغ الباقي. شباب معلش ممكن كله يسمعني بس احنا بنتحرك يا شباب واحنا بنتحرك تمام. هتلاقوا مفارق هتلاقوا كباري هتلاقوا حاجه اقفوا عند المكان ده، يعني المكان اللي هتلاقي فيه يمين او شمال او فوق او تحت او حاجه اقف عند المكان ده لحد ما تشوفني. تمام. انا ببقى اخر واحد ورا وبتحرك قدام ومعايا اخر واحد ورا واطلع قدام عشان انت فجاه هتمشي هتلاقي مع ناس كتير مشيت وراك وفاكر ان انا قدام وانا مش قدام اصلا. تمام عشان بس الحوار ده ما يتكررش تاني. سامعيني ولا مش سامعيني؟ زي الفل. سامعين سامع؟ انا تاني. اي مفرق طرق او اي حاجه فوق وتحت او اي حاجه هتاخد فيها قرار يمين او شمال او حاجه اقف واستناني ماشي؟ عشان ما حدش يجري ويجي وراك، يعني انت عشان ما تمشيش وتمشي وراك الناس. تمام؟ وبرده اللي هيبقى في الاخر كابتن محمد عبد الكريم. معنا اورجنايزر هنا برضه الفريق. يعني معانا رجل الدعم. تمام؟ يلا يا شباب. يلا يا شباب يلا. خليكوا على الشمال عشان الميه. خليكوا على الشمال عشان الميه. مفيش مشكله. والله يا ابني واقف عشان واحد حته كان بيسكتش وقع على العربيه هناك. اهو لسه على كده بس عشان الميه بس عشان برضه ما يبقاش في فرقين واللي العربيه تتحرك. نبدا على بالك عايز اوقعك مشكله يا حبيبي. هو ايه يا جدعان؟ هو ايه؟ خليكوا على اليمين يا شباب على الشمال. قصدي خليكوا على الشمال يا شباب على الشمال يا شباب. ايه يا عم هتعصبني ليه على الصبح؟ خليكوا على جنب ده. Yeah.
شباب شمال عشان الميه، شمال عشان الميه، فوق جوه، شمال عشان الميه، شمال عشان الميه، شمال عشان الميه. Thank you.
عايزين يا شباب، ايوه عايزين يا شباب. عايمين عشان العربيات، عايمين عشان العربيات، عايمين عشان العربيات. هاي سيني كده Oh,
الشارع لما نروح عندك هيعملوا ايه؟ اوكي يمين بعد الجولة بس شمال بعد الجولة Come on.
عاش ابطال وحوش ابطال عاش عاش صديقي عاش 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 يا ابطال عاش 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 يا كوتش جامد عاش يا كوتش عاش 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 يا كوتش عاش يا كوتش عاش يا عبدو عاش عاش يا يلا
Stop! 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 Stop!